لا صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مساء الخير ومساء الجمال، كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله كلكم بخير وعافية. اليوم جيتكم بالفيديو اللي وعدتكم إنه الفيديو الجاي حيكون حنبدأ رحلة بتاعت علاج للشعر، حنطول الشعر وحنرطب الشعر. المهم حوريكم كم وصفة، وصفتين ماسكين يعني، وكمان الزيوت اللي حيرطب، الزيت اللي حيرطب لنا الشعر. أول حاجة حنبدأ بماسك السدر، تمام؟ بنجيب إكليل الجبل وكمان جبنة ورق غار، حنغليهم، حنطلع من الموية، من الموية اللي غلينا به الإكليل الجبل ورق الغار، وجبنا هنا سدر. ومع السدر حتزيدي زبادي، حتزيدي عسل، تمام؟ عسل وزبادي، يفضل إنه يكون عسل نحل يعني، تمام؟ إذا إنتي عاوزة تستغني على كيفك من العسل، لكن الأفضل إنك إنتي تاخدي عسل عشان يرطب لك شعرك. وبعد العسل زدت انا معلقتين نسكافيه، نسكافيه عادي، بعدين تقلبيهم شويه، وحنعجن السدر بشنو، بالمويه بتاع ورق الغار واكليل الجبل، تمام؟ المويه دي انا قسمتها منه برضو، خطيته بجنبه عشان برضو حعمل به ماسك الحنه. ماسك الحنه برضو هيختلف شويه عن ماسك السدر. ماسك السدر، اول حاجه فوائده كتيره جدا 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 للشعر. السدر اول حاجه بيعالج لك التساقط بتاع الشعر، وتاني حاجه بيعالج مشكله الشعر الخفيف. اذا انت شعرك خفيف بيغزر ريكي شعرك، وغير كده بيقوي لك البصيلات بتاعت الشعر. انا عملت ماسك السدر تقريبا المره الثالثه، حسيت بفرق، حسيت انه شعري كده بقى شنو، قاعد يبقى كتير يعني، هو بيغزر الشعر. دي الفوائد بتاع ماسك السدر، اكيد عنده فوائد اعظم واكتر من كده، بس انا وريكم الفوائد اللي المهمه، اللي هو انه بغزر ريكي شعرك، وكمان انه بيساعد في العلاج بتاع التساقط. نجي لماسك الحنه. ماسك الحنه، الحنه يعني لو قعدت احكي لكم عن فوائده لحد بكره ما بيخلص، لكن انا حوريكم عملت شنو. المويه اللي قلت لكم انه غلينا بيه السدر والاكليل الجبل، وشلت منه كوباية، وكمان شلت كوباية من الكركديه، الكركديه العادي، تمام؟ وغليت فيه معاه شوية قرنفل وكركديه، اللي هو غليتهم مع بعض. هنعجن به الحنة، تمام؟ هتعجني به الحنة لحد أنا ما يعني القوام ما يكون خفيف وما يكون تقيل في نفس اللحظة. الماسك بتاع الحنة صراحة أنا يعني متحمسة جدا جدا أبدأ فيه. هعمل في الأسبوع مرة ماسك السدر ومرة ماسك الحنة، وزدت عليهم معلقتين كاكاو، تمام؟ عشان الريحة بتاعت الحنة والزيوت والحاجات زي دي، تمام؟ هعمل في الأسبوع مرة ماسك الحنة، وزدت عليه معلقتين كبار من المايونيز، تمام؟ كاكاو ومايونيز وحنة، واللي هو مية الكركديه ومية القرنفل. أبسط من كده أظن ما في، بدل ما تروحي الصوالين تعملي إيه، ما أعرف كرياتين، ما بعرف بروتين، اسمه شنو التاني ذاك، ما بعرف، أنا ما حصل جربتهم. المهم ما علينا، بعد ما خلاص عجلنا الحنة بالحاجات الرهيبة اللي ذكرناها دي، هنضيف عليه شنو، زيت جوز الهند. لازم زيت، إذا أنت عاوزة تزيدي زيت سمسم زيدي، إذا أي زيت بينفع معاك زيدي، لكن الأفضل والأحسن زيت جوز الهند، تمام؟ الماسك ده زي ما قلت لكم، أنا هعمل ماسك السدر مرة في الأسبوع، ماسك السدر مرة وماسك الحنة مرة، إن شاء الله بإذن الله لحد نهاية السنة حنشوف الشعر ده يعني وصل وين وحيحصل شنو. لكن لحد هسي حاسة إنه الدنيا حلوة. وكمان ما تنسوا ماسك الجرجير والصبار والحاجات دي، أكيد ما حنساه، تمام؟ حنخلي الماسكات دي كده في الثلاجة لحد ما ربنا يسهلك وتقومي تعملي. أنا خلاص بديت. يلا نجي للزيت. كتار جدا طلبوا مني زيت ترطيب للشعر للكبار والصغار. عندنا زيت السمسم، وعندنا زيت زيتون، وعندنا هنا الدهن الحيواني، دهن الحيوانات، الشحم بنقول عليه نحن، وهنا عندنا المحلب، تمام؟ وعندي كوباية من موية القرنفل، والكريم ده فنان فنان للشعر يا بنات. الكريم ده بالزيتون بتلقوه في السوبر ماركتات، تمام؟ الخطوة اللي احنا حنبدأ بيه الزيت، بتجيبي كوباية القرنفل، تزيد عليه قرنفل عادي تاني، وحنزيد عليه كوباية من الزيت العادي، انا ما ذكرتها في التصوير الزيت العادي لانه استخدمته طوالي، ونص كوباية من زيت الزيتون، واكتر من النص زيت السمسم، تمام؟ بعد ده حنزيد عليه المحلب. المحلب ممتاز 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 للشعر وللجسم، وغير كده بيخلي الريحة، ريحة الزيت برضو كده ظريف ورهيب. بعد ما ضفنا المحلب حنضيف عليه شنو، الحبة السوداء. للناس اللي بيقولوا احنا جانا صداع من الزيوت، احنا جانا صداع من الماسكات، الحبة السوداء يا جماعة غير فوائده العظيمة، انه بيعالج لك الصداع. زمان حبوبة بتكون عندها صداع أو مثلا كده، بتجيب الحبة السوداء بتخطه في قماش وبتشمه، يعني بتكون
بتخليه قريب من انفها، تمام. بس الزيت هنا لما نشوفوا الحركة دي، لما يكون كده الفقاعات كتيرة معناه لسه الزيت ما نجض. لما تحس انه الفقاعات بقت كده خفيفة خلاص هنا ما في موية. لما يكون في موية لسه بيكون كده في فقاعات في المعلقة، عفوا. الحركة دي خلاص انه الزيت بقى نظيف، تيجي تصفيه. ولكن طبعا لما نجي صفيت الحبة السوداء شوية كده نزل من نبه هناك، لكن ما مشكلة. يعني في بنات لما نيجي يشتروا مني بيكونوا دايرين انه الزيت يكون صافي. بعد ده اذا انت في مهنتك عاوزه تزيدي زيوت اضافيه بطريقتك، اوكي، مثلا زيت اللوز، زيت جوز الهند، المهم يعني بكيفك. لكن الحاجات ممكن تغنيك عن كل الزيوت، باقي الزيوت. بعد ده الزيت حار، حتضيف عليه الكريم الممتاز الخرافي ده، لازم تضيفه عليه. لو ما بتقدر تجيبه في كريم اسمه ياردي تقريبا، برضو حلو، تمام. بتخليه براهو بيسيح، بعدين لما خلاص يخلص يعني ياخد معاك مثلا زي ساعة أو ساعتين، بتلمى الزيت وبيبقى لونه زي لون الكريم. والناس اللي ما بيحبوا ريحة الدهن بتاع الحيوانات، المجموع ده بتلقيه في ما في السوبر ماركت، بتلقيه في المحلات الإيرانية مثلا، الناس الخوري أو محلات الأعشاب. المجموع تمام بخلي الشعر أسود، وريحة الشعر بيكون رهيب، بخلي زيت يعني بخلي ريحة الشعر رهيب. وغير كده الدهن الحيوان اللي خديناه في الزيت وكده ما بيعمل ليك ريحة. دي الحاجات اللي انا هستخدمها خلال الشهور الجاية عشان اطول شعري وابدأ علاج لرحلة العلاج للشعر، تمام. هعمل ماسك الحنة وماسك الصدر، وكمان هعمل الزيت ده كتسريح يومي لي انا ولبناتي. وعندي كمان عملت معاكم زيوت قبل فترة اللي هو نستخدمه في الأسبوع مرة تقريبا، في الفيديو خديت لكم الوصفة بتاعته يعني هنا في آخر الفيديو. وكمان ما ننسى الماسك اللي هو أصلا بيعالج ليكي فروة شعر، فروة راسك، وكمان بيعالج ليك التقصف التساقط اللي هو ماسك الجرجير وماسك الأفوكادو. للبنات اللي قالوا لي دايرين ماسك أو حاجة يرطب لنا شعرنا يا دلال من غير أفوكادو، استخدمي مايونيز. مايونيز بديل الأفوكادو، بديل الأفوكادو في الماسكات، استخدمي المايونيز. طيب ده الماسك اللي بتكلم لكم عنه دايما، ماسك الجرجير وماسك الأفوكادو، وتزيد عليه زيت جوز الهند، وتزيد عليه زيت خردل. زيت الخردل يا بنات فنان للشعر، ممكن زيت الخردل اللي تجيبيه تعمليه في الأسبوع مرة، تخليه في شعرك زي ساعتين، وبعدين تعمل شنو، تغسلي شعرك بشامبو زيه زي الماسك. دي خلطة الزيوت اللي أنا برضو نزلت لكم فيديو عنه في القناة، يعني لما تفتشي في الفيديوهات حتلقي الوصفة بتاعت الزيوت دي قاعدة، كمية بتاعت زيوت، معاه البن ومعاه المحلب ومعاه حاجات كتيرة. المهم هتلقي الوصفة في القناة برضو. دي الحاجات اللي أنا بقدر أفيدك عشان تعالج شعرك من غير ما تستخدمي أي حاجات تانية أو حاجات مكلفة أو حاجات مثلا أنت عاوزة تستعمليه وخايف عنه. دي حاجات كلها طبيعية، حاجات آمنة جدا للشعر. غير كده أنه دي كل الحاجات اللي بتعالج لك شعرك. للناس اللي بيعانوا من مشكلة أنه عندهم قشر في شعرهم، جيبي الروزماري اللي هو تيل الجبل، ومعاهم الجنزبيل. الجنزبيل بيعالج ليكي اي اذا انت عندك قشر في شعرك او عندك بنوتة عندها قشر في شعرها، التونر ده رهيب للشعر، تمام. دي الحاجات اللي بقدر افيدكم في الفيديو ده. اللي عاوزة تبدأ معاي اسهل من كده ما في، يلا كلنا نبدأ. وان شاء الله حد ما اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.